هاي انا سامي عمري ساكن من امريكان ان انا مغربي انا جات هنا ديال لا برومو ديال السينجل ديالي just came out named run it up I'm so happy to be here and I'm here with Ali. I'm here with Amir Ali, the amazing, the best promotional manager, singer, songwriter, producer. And we're here to promote this new song, inshallah. It just came out and it's going to be a great song. Inshallah. اغنيه جديده عنده ديجا 6 اغاني في الخزانه ديالو اغنيه جديده سميتها Run It Up راحنا كنديروا لها لا برومو وكنديروا المانجمنت هنايا في المغرب هذا بحال ابني فنان رائع الابوين ديالو اصدقائي من 34 سنه ملي شفتو كيغنيو شفتو على الخشبه والله العظيم ان شاء الله عقلوا على هذه التسميه سامي عمري غادي يكون ان غون ستار هنا في المغرب ان شاء الله وجا قال كيفتخر بسميتو سامي عمري ما بغاش يحيد عمري قال لك حيت انا مغربي ما نبدل سميتي دونك تحيه احداث انفو ليبيا ان شاء الله غادي يكون بالدارجه وغادي نشوفوا ان شاء الله في مهرجانات محافل في التلفازات وفي حفلات خاصه وفي كل شيء ان شاء الله باش يكون ان غروند ستار ان شاء الله هنا في المغرب كاين دي ان شاء الله it's coming stay tuned ان شاء الله it's going to be amazing الاغنيه اللي درت لي هي رقص الاطلس راه كندوز في لي راديو بارونجمون جديده بالفيولون غادي يحط عليها صوته وغادي نديروا لها فيديو كليب ان شاء الله في ميامي الى كتب الله سبحانه وتعالى سامي عمري ladies and gentlemen thank you so much love you أحداث أنفو شكرا بزاف